اليوم نحضر حضور توزيع مكارم للايتام والشرام اللي محافظة صلاح الدين من قبل منظمه خيريه محافظه، حقيقه بجهود جباره من قبل رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم جزاه الله خير مشكوره. تم اليوم توزيع المبالغ لابنائنا وكفل اليتيم، انا وكفل اليتيم في الجنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقه لا بد من الوقوف مع اهلنا وابنائنا لانه بحاجه الى رعايه و يكون حقيقه لسد والده وتضحيته اللي قدم دفاعا عن هذا البلد وتحرير مناطق خاصه صلاح الدين. حررنا فتحنا عظم مجلس محافظة صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا هذا اليوم توزيع كفاله ل الأطفال الأيتام مقدم من الجمعية الطبية لهذه الشريحة من المجتمع. نحن نعتقد أن اليوم مع هذا الكم الكبير من الأيتام ومن الأرامل الموجودين حقيقة تحتاج هذه الشريحة إلى اهتمام أكثر. ما يقدم لهم حتى من خلال شبكة الرعاية الاجتماعية لا تزال هي دون مستوى الطموح من مبالغ مقدمة، احتياجهم أكبر، تحتاج إلى رعاية أكثر. هذا اليوم حضرنا توزيع وجبة لقرابة 200 يتيم، كفالة ل 200 يتيم. نعتقد يعني طالبنا هذه المنظمات وهذه الفرق الإغاثية والجمعيات الإغاثية لاستيعاب عدد أكثر، كون أن يعني في كل قضاء تكريت قرابة 4000 مشمول ضمن هذه الشرائح، وبالتالي هكذا أعداد لا تغطي العدد الكبير من الأيتام داخل على الأقل مركز محافظة صلاح الدين. الدكتور عمر الشداح قام مقام قضاء تكريت. اليوم في محافظة تكريت تقوم الجمعية الطبية العراقية الموحدة لإغاثة وتنمية بمشروع كفالة الأيتام اللي يستهدف 2000 يتيم في 4 محافظات هي بغداد، صلاح الدين، أنبار، نينوى. هذا المشروع راتب شهري للأيتام كل محافظة 500 يتيم. هذا المشروع يستحق كل يتيم 50 دولار شهريا لمدة 9 أشهر. ميثم علي، مدير اعلام الجمعيه الطبيه العراقيه الموحده لغزه التنميه. حقيقه اليوم حضرنا الى القصر الثقافي للاشراف على عمليه توزيع منح ماليه الى ايتام محافظه صلاح الدين، وهذه حقيقه المنح من الجمعيه الطبيه الدوليه العراقيه بالتنسيق مع الحكومه المحليه بمحافظه صلاح الدين متمثله مجلس محافظه صلاح الدين ومحافظه صلاح الدين، وحقيقة أدخلنا الأسرور إلى حقيقة قلوب أبنائنا الإيتام من خلال تقديم هذه المنحة اللي مقدارها 50 دولار لكل طفل ولكل يتيم اللي اليوم هم في أمس الحاجة بعد الظروف العصيبة اللي مرت على محافظتنا العزيزة بعد الحرب الدائرة من قبل عصابات داعش وعملية النزوح وقتل الكثير من الشباب وتركوا أرامل وتركوا إيتام، وبالتالي محتاجين هذه الشريحة من الإيتام لاهتمام خاص من لدى الحكومة المحلية ومن لدى الحكومة الاتحادية. وعادت حقيقة دار الإيتام إلى الوجود مرة أخرى بعد أن صابه الدمار والتعطيل، وهذا إن شاء الله بجهود الشباب المتطوعين من أبناء تكريت وكذلك جهود محافظة صلاح الدين وجهود الحكومة المحلية محافظة صلاح الدين من أجل إعادة البسمة وإدخال السرور إلى قلوب أبنائنا الإيتام اللي فقدوا آباءهم في هذه الحرب اللي حقيقة اللي دمرت البلد بالكامل. ولكن الحمد لله والشكر اليوم عادت محافظة صلاح الدين إلى سابقتها وبدأت تعاد الحياة أفضل من السابق، وإن شاء الله نقول في نهاية المطاف شكرا للداعمون والساعون لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الإيتام، وشكرا لقواتنا الأمنية البطلة وحشدنا المقدس وعشائرنا العربية التي وقفت يدا بيد لطرد هذه العصابات الداعشية من المحافظة، وكذلك شكرنا لكل من الإعلاميين ولكل من حضر هذه المبادرة وهذا المشروع. شكرا جزيلا. خالد الخزرجي الأمين العام لمجلس صلاح الدين.